أبرز المصادر هي الحوزة العلمية المباركة التي نسعى ونسأل الله أن يوفقنا في مسعانا أن نطلب من خلالها العلم، وأن نسعى أن نصل من خلال هذا العلم إلى العمل وإلى الخشية إلى التقوى، لأن من ثمارها من ثمار العلم التقوى. وهنا سعينا معا ومع الإخوان في هذه الحوزة، واللي على رأسهم فضيلة الشيخ شاكر عويد والشيخ همام ناصر الدين، وصلهم حوالي 7 سنوات في الدراسة في هذه الحوزة، وهم في السنة السابعة، بدأوا في السنة يدرسون في خلال السنة السابعة في هذه الحوزة. وإن شاء الله كانت مسيرتهم العلمية محفوفة بالتقوى وبالخشية وبالتواضع، هذه الأمور التي تعلمناها من سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه، وأخذناها من أوامر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهنا أعود إلى نفسي، وأنا أخبر بي وأنا أخبر بها منكم، وربي أخبر بي من نفسي، وأعود إلى أخوين لأتذكر ولأذكر بالله سبحانه وتعالى، إلى أن نتوقف عند أوامر أهل البيت بالعمل بالعلم وبالإخلاص في طلب العلم وبالإخلاص في بذل العلم كما ذكر الحديث، وعلم إخلاص في التعليم أيضا مطلوب، لأن العلم أمانة في يده، وهذا سلاح قد يستفاد منه في طريق الخير، وقد يستغل في طريق الشر إن عزل عن التقوى. فنسأل الله أن يوفقنا للتقوى قبل العلم، كما أمرنا الإمام الصادق أيضا أن تعلموا الصدق قبل أن تتعلموا الحديث، أن الإنسان عليه أن يكون صادقا حتى إذا تعلم الحديث لا يسيء استخدام الحديث. وهنا نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول: إن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك بعلمه مع الله. يعني هو هذا مسلم أنه في النار، العالم التارك لعلمه في النار، ووجوده في الدار بكيفية أن أهل النار يتأذون منه، وأن العلم مقرون إلى العمل، فمن علم وعمل ومن عمل وعمل ومن عمل فمن علم عمل ومن عمل علم، والعلم يهدف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يقول أيضا الحديث الشريف: وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. ترى نحن في خطر شديد، يمكن الناس يعتقدوا انه سهل ان الواحد يجاوب على فتوى، ما هو درس الفتوى، احنا درسنا الفتوى ومن السهل الجواب عليها، المسألة ليست بهذه البساطة. الخطأ في الفتوى فتوى كارثة بالنسبة لنا، فلأجل ذلك الإنسان المتقي يعني يجيب صحيح، صحيح أنه يجيب ويجيب بشكل صحيح إن شاء الله، و
ولكنه يكون مرتعدا أثناء الإجابة وإن لم يظهر هذا الارتعاد عليه، لأنه مسؤولية. يعني أنتم تقولون بكل بساطة حطها برقبة عالم ومدري شو، مصيبة هذه. العالم شو بيسوي؟ هكذا نحن صحيح وضعنا هذا الشعار على رأسنا، ولكنه يثقل هاماتنا ويثقلها بالمسؤولية ليس بالفخر. نعم هو فخر أمام الله أن أدينا الأمان، وإخوتي إن شاء الله ممن يؤدون الأمانة ويحفظون هذه الأمانة بعد أن وقفنا بين يدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند باب القبلة، وتعهدوا بحفظ الأمانة على باب المراجع العظام، وبعد أن نالوا شرف لبس العمة على يد أحد المراجع اللي وصلنا لخدمتهم، وصلنا لخدمة عدد من المراجع، أحدهم وهو من خياراتهم آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم. صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. حيث قام بتعميمهم في مدينة العلم والعلماء عند باب مدينة العلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في النجف الأشرف، وهناك نالوا من روحيتها ومن روح الولاء الموجودة فيها ليعودوا إلينا، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ليعودوا إلى عالم الإنذار أي إلى عالم التبليغ، تبليغ الأحكام الإسلامية، أحكام المفاهيم الدينية، لأنهم مبلغين إن شاء الله، وقد رأيتموهم يقومون بدور التبليغ في مجالات عديدة وسيستمرون وينطلقون أكثر، ويقومون بدور التدريس في الحوزة، كانوا إن شاء الله أهلا بهذه العمة، وقد نالوها وسيتحملون مسؤوليتها ويبقون طلابا للعلم كما نبقى إن شاء الله طلابا للعلم، لأننا إن رأينا أننا أصبحنا علماء ولسنا بحاجة إلى طلب العلم معنى ذلك أننا بدأنا بالتراجع. نحن أصبحنا بحاجة أكثر إلى العلم، التزمنا التزاما أقوى الآن يستدعي أن نركز على العلم أكثر وأن ننال العلم بجدية وبجد أكبر إن شاء الله، وهذا ما نراه فيهما إن شاء الله. بعد أن قاما بهذه العملية، بعد أن تشرفا بلبس العمامة وارتدائها على يد السيد الحكيم دام ظله الوارث، رعدا إلينا، والآن نقوم في هذه المؤسسة باعتبار أنها حوزتهم التي نشأوا فيها، بطريقة بشكل رمزي نعيد عملية العمامة اعترافا من الحوزة بدراستهم وبتحصيلهم وبعلمهم إن شاء الله. ندعوهم للتفضل إلى المنصة. على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الشيخ شاكر والشيخ همام يدرسون الآن السطوح، وسطوح إن شاء الله يستمرون بها إلى أن يصلوا إلى مرحلة الخارج،
ويقومون بالتدريس في الحوزة إن شاء الله وفي التبليغ، ووفقنا الله وإياهم لمراضيه وجنبنا معاصيه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن أترك المنبر لهما، إن شاء الله يحملون الثقل بأيديهم وبقلوبهم، الثقلين إن شاء الله. أحب قبل أن أترك المنبر لهما أحب أن أوصل سلام آية الله العظمى السيد علي السيستاني وآية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم وآية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض وآية الله العظمى الشيخ بشير النجفي وآية الله العظمى الشيخ الوحيد خراساني. إليكم جميعا فقد أوصوني على نحو التأكيد أن أوصل هذا السلام إلى الإخوان المؤمنين المقيمين في هذه البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: تعرض الأعمال على رسول الله، أعمال العباد كل صباح أبرارها وفجارها فاحذروها. يعني لا يتبين مفهوم واضح أن الأعمال التي يقوم بها المؤمنون سواء كانوا المؤمنون أو أعوذ بالله الفجار، تعرض أعمالهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأئمة وعلى إمام العصر. وفي حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام أن الأعمال تعرض على نبيكم كل عشية خميس، فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح. وفي رواية أخرى أن شخصا سأل الإمام الرضا عليه السلام قائلا: ادعو الله لي ولأهل بيتي. فقال: ألست أفعل؟ والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة. إذن العمل يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام. وانطلاقا من هنا أفصل أن هذا العمل الذي تم بجهود ليس بجهود شخص أو أشخاص، وإنما هو أيضا بجهود كل الجالية الكريمة، لأننا انطلقنا أيضا من الجالية، والجالية أيضا هي لأنه المتعارف إن شاء الله لا أحد هنا من هذا الجمع يفعل ذلك، لكن المتعارف أنه يركز على المعمم الشخص الذي يرتدي الإمامة، بحيث إذا أخطأ خطأ يبتعد عن الناس ويصفونه بالويل والثبور ويصبح يعني كأنه عليه خط أحمر. فإن شاء الله أنتم إن شاء الله بعيدين عن هذا الشيء.
ولذلك نحن نطلب منكم العون والمساعدة، لأن هذه المسؤولية الكبيرة، هذا العمل العظيم لا يتم، لأن الشخص المعمم لديه أعمال كثيرة، يقوم بأعمال كثيرة، ويجب أن يتعامل بطريقة سلسة ومرنة مع الناس، فيحتاج إلى المساعدة في هذه الأمور. فأنتم مدعوون للمشاركة بهذا العمل، لأن هذا العمل سيراه الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين. هذا الشيء. أول شيء حميل الأمر الآخر، أنا أريد أن أشكر حقيقة، أشكر الله سبحانه وتعالى أولا والنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، وأشكر كل من ساهم في تعليمنا، ابتداء بأستاذنا الأساسي الشيخ عبد المنعم شرار حفظه الله وحفظ أهله وأقرباءه وذويه وكل من يلوذ به وله علاقة معه، نسأل الله أن يحفظه لما تحمله ولما بذله من الكثير من أجل وصولنا إلى هذا المستوى، لا أقول مستوى يعني نحن سنشق الشمس والقمر، إن شاء الله يواصل الشيخ ويخرج ويخرج من تحت يده من هو أحسن منا إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى آله. صلى الله عليه وسلم. أيضا أشكر كل الأساتذة الذين ساهموا في تعليمنا، نحن طبعا عندما نقول لازلنا طلبة وإن شاء الله نبقى طلبة إلى الموت، ولكن من باب أن نشكر من صنع لنا معروفا وجميلا، كل الأساتذة الذين علمونا نشكرهم شكرا جزيلا، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم، بل أيضا كل الطلبة الذين تعلمنا منهم. أنا شخصيا يعني لم أجلس في مجلس أو درس لم أتعلم منه، وكثيرا ما تعلمت من الطلبة، وهذا معروف أن المدرس أو الذي يكون في مجلس العلم يحاول دائما يتعلم من الآخرين، لأنه ليس هناك إنسان كامل ولديه جميع المعلومات، هو يتعلم حاله حال الباقين. فأنا بالحقيقة تعلمت من الطلبة الذين كنا نجلس معهم، ابتداء من أصغر طالب من المراحل التي الأولى يعني المرحلة الثانية والمرحلة التي قبلها وقبلها، في كل مجلس كنا وفي كل درس كنا نتعلم شيئا جديدا، فنشكرهم أيضا على ذلك شكرا جزيلا. وإن شاء الله في الختام أؤكد على أن أشكر الشيخ عبد المنعم شرارة مرة ثانية، وأسأل الله تعالى أن يحفظه ويديمه للمزيد من العمل الصالح إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال عز من قائل: وأما بنعمة ربك فحدث. والله سبحانه وتعالى من علينا بزيارة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في العراق، ومن علينا في هذه الزيارة بأخذ العبر الكثيرة وبتنوير أنفسنا بنور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والله سبحانه وتعالى رزقنا هذه الأئمة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة ببركة أهل البيت، الأمة التي تذكرنا بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وعمامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقف الإنسان في النجف الأشرف فيتذكر من هو مدفون هناك، ذاك العملاق الإمام الذي يقول: سلوني سلوني قبل أن تفقدوني، فيبعث في روح المؤمن الشوق إلى العلم، ويقف في كربلاء المقدسة
فيتذكر الشهيد الخالد أبو عبد الله الحسين عليه السلام ومواقفه وقوله الذي ما زال يردد على ألسنة الخطباء والمؤمنين: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي. فأسأل الله سبحانه وتعالى بحق علي عليه السلام وبحق الإمام الحسين أن يجعلنا ممن يصلح نفسه أولاً ويعينه على إصلاح الآخرين، إصلاح إخوته وأخواته في الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله ببركة الكاظمين عليهما السلام والآلام التي مروا بها، وببركة العسكريين وغربتهما في سامراء عليهما السلام، أن نكون ممن يتحمل هذه المسؤولية وينجو إلى خير. فقد ذكر سماحة الشيخ عظم هذه المسؤولية، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله تعالى بعلمه، ولكن بهم نستغيث وبأديالهم نتمسك عليهم السلام، فهم سفينة النجاة. وأسأل الله ذلك لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.